أنا لما أجي أتكلم مع حد في مجال الخدمة في البيت بتاعي لابد أن أكون على وعي أنا بقول إيه، حتى ولو كلام بسيط، حتى لو كلام مقنع، بس المهم يكون مقنع. ممكن حد يسألني يقول مثلا بس الشباب لو قلنا لهم صلوا، أنا ما بتكلمش عن الصلاة كصلاة، أنا بتكلم على أنه أنا في صلاتي بأطلب شيء محدد. بطلب إيه الشيء المحدد؟ أنا ما بقولوش صلي بطريقة مبهمة، صلي بس وربنا صلي، لا مش بالطريقة دي. الصلاة لازم تكون محددة. محددة بمعنى إيه؟ أنا في صلاتي بأطلب عمل الروح القدس. أنت قلت يا رب أن روحك يكشف كل شيء حتى أعماقك، ممكن بروحك القدوس تفهمني؟ لابد أنه أربط الاثنين مع بعض، ما أخضعش الفكرة أنه إيه الولادنا ما بيصدقوش في الصلاة والحاجات دي. أروح طب إذا كنت أنا هتكلم عن الله، أكلم الله إزاي وأنا أجهل الله وأنا ليس لي علاقة بالله؟ هكلمه أنا عن الله زي ما يكون واحد مثلا بيقول لي عرفني بنفسك، أقول له اسأل جاري. طب ما تقول له أنت، هي نفس الفكر. أنا عاوز أعرف الله، روح لله قول له لو أنت موجود اعلن لي ذاتك، زي ما كل القديسين اللي كانوا بعاد عن الله وقفوا قدام ربنا في مرة من المرات من حياتهم، ودي كانت نقطة فارقة. أنت مين؟ عرفني ذاتك، اعلن لي ذاتك، أرني وجهك، أنت مين؟